السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نتابع وإياكم مجريات إعلان تحالف قوى الحراك الوطني وأثر ذلك على الساحة السياسية السودانية وأثره أيضا على أزمة السياسية ومحاولات الخروج منها، وما الذي يمكن أن توفره من بدائل وإجراءات في الأيام المقبلة. أيضا في الثنايا سنعرج على قضية الأخبار التي تتحدث عن استقالة رئيس الوزراء حمدوك والتكذيب الذي طال هذه الأنباء دون صدور أي بيان رسمي من أي جهة بهذا الخصوص. وأيضا سنناقش البيان الصادر عن مجلس السيادة والذي يتحدث عن الشروع في تشكيل مفوضية الانتخابات والتحرك نحو الانتخابات المطلوب موعدها في يوليو 2023. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة عبر الاتصال المرئي دكتور التجاني السيسي رئيس اللجنة العليا لقوى الحراك الوطني. مرحبا بكم دكتور. مرحبا وشكرا جزيلا لقناة طيب الضيافة، وكل عام وانتم بخير. اهلا بك. ايضا يسعدني ان استضيف معي داخل الاستوديو المحلل السياسي والاكاديمي دكتور حسن سلمان. مرحبا بكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. اهلا بك. لو يسمح لي ضيفي الكريمين بنبدا هذه الحلقه بالاعلان الذي تم اليوم لتحالف قوى الحراك الوطني، نشاهد معنا. نلتقي اليوم ونحن نطلق صافرة انطلاق تدشين قوى الحراك الوطني الذي يتكون من فعاليات وتحالفات وأحزاب سياسية عديدة، تجمعات مدنية، إدارة أهلية، طرق صوفية، مكونات شبابية وقبائل شتى، ويهدف إلى تحقيق التوافق الوطني وإرساء دعائم فترة انتقالية يرسم فيه الجميع مستقبل أفضل لبلادنا، وطن نرتضيه ونستحقه لأسانا جميعا. إذن كانت هذه بداية الأجواء، أجواء إعلان تحالف قوى الحراك الوطني. بداية معك دكتور التجاني، يعني كثيرون يتساءلون ما هو الفرق بين هذا التحالف وتحالفات أخرى أعلنتموها في يعني خلال السنتين الماضية. نتحدث عن تحالف سودان العدالة، نتحدث عن قوى نداء البرنامج الوطني، نتحدث عن تحالفات كثيرة أعلنت ثم لم يكن لها مكان في الواقع السياسي. ما الجديد في هذا التحالف؟ شكرا جزيلا. هذا سؤال طبعا مشروع، نعتقد أنه وفي رأينا أننا كنا وما زلنا ننشد أن تكون هنالك وحدة لكل هذه الكيانات السياسية والأهلية والمدنية، وكنا دوما نطلق هذه الصافرة حتى تتمكن كل هذه القوى من أن تستجمع يعني قواها لتجتمع في بوتقة واحدة. والآن الفرق بين قوى الحراك الوطني والتحالفات الأخرى هو أن قوى الحراك الوطني أصبح الآن يجمع أكثر من يعني 90%، لو لم يكن 95% من كل القوى السياسية، والتحالفات التي هي خارج أطار الحاضنة السياسية السابقة وهي الحرية والتغيير، التي هي يعني ظلت تمارس يعني معارضة كانت داعمة لحكومة الفترة الانتقالية. لكن الحديث عن 90 أو 95% من القوى السياسية أليس رقما يعني كبيرا؟ ما هي هذه القوى التي دخلت معكم والتي تمثل هذا الحجم؟ هذه القوى السياسية هي القوى الحزبية التي يعني ظلت خارج أطار المشاركة، وهذه القوى يعني تضم يعني حزب التحرير والعدالة القومي، حزب الأمة الوطني، حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، وأيضا يعني حزب الاتحاد الديمقراطي المسجل، وأحزاب يعني وحزب الأمة وأحزاب أخرى. أنا أعتقد يعني ليس المجال هنا
لذكر كل هذه الأحزاب وأيضا التحالفات التي هي اجتمعت وكونت هذا الحراك. قوى الحرية والتغيير، الميثاق الوطني، هل كلها موجودة داخل هذا الحراك أم جزء منها؟ يعني الأمر ملتبس نوعا ما. قوى الحرية والتغيير. يعني ظللنا نحن يعني هنالك تنسيق بيننا وبين هذه القوى، وهذه القوى يعني لها ميثاق. أنت تدرك أن هنالك ميثاق الآن تم إعداده بهذه القوى، وهذا الميثاق يتناول قضية أساسية نعتبرها نحن محورية، وهي قضية الوفاق الوطني. يعني ونحن يعني كما ذكرنا وظلنا نذكر دائما أن قضيتنا الأساسية، نحن نعتقد أن هذه الدولة، أن البلاد في تشهد استقطابات عديدة جدا سياسية وجهوية وللآخر، ونعتقد أنه المخرج الوحيد للسودانيين من هذه الأزمة هو التوافق الوطني حول مشروع يمكن أن يقودهم إلى الوحدة، ومشروع يمكن أن يقودهم إلى. سأعود لك دكتور التجاهي، اسمح لي أنتقل بالسؤال إلى ضيفي داخل الأستوديو. دكتور، يعني التحالف جديد، يتحدث دكتور التجاهي أنه يشمل قوى كبيرة جدا كانت خارج التحالفات السابقة التي شكلت الحكومات حمدوك السابقة. برأيكم هل لمثل هذه التحالفات إمكانية لإخراج السودان من الأزمة الخانقة التي يمر بها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أول التحية لك ولضيفك الكريم رئيس اللجنة العليا لقوى الحراك الوطني الدكتور التجاني السيسي، وشكرا لحضوره ومشاركته في هذه الحلقة. حقيقة من الصعب جدا أننا نتصور بأن أي مكون، ما دام هنالك انقسام وحالة تشتت عموم في الساحة السياسية، من الصعب أن نتصور بأن هنالك تجمعا معينا أو تكتلا معينا بمعزل عن المكونات والكتل الأخرى أن يكون حاسما في قضية الصراع السياسي الدائر في السودان وأن يشكل مخرجا. ولكن بلا شك أيضا ليس من الحكمة ولا من العقل والمنطق التهوين كذلك من حالة التجمع وحالة التكتل التي هي بلا شك ستشكل في تقديري أرضية للمعالجة، وأرضية كذلك عموما للوفاق الوطني. لأنك إذا كانت هنالك حالة غياب تام لأي شكل من أشكال التكتل الجامع للقوى السياسية، وكان التناقضات عموما السياسية أو التناقضات الحزبية هي الغالبة على الوفاق الوطني، أعتقد أن تظهر مجموعة من جملة من الأحزاب والمكونات والاتجاهات عموما، وبهذا التنوع الذي ذكر وتابعناه اللي هي فيها قوى سياسية سابقة، فيها مجموعة من قوى الإجماع الوطني اللي هو الميثاق، فيها كتل صوفية، فيها تيارات شبابية، بلا شك لا أستطيع أن أقول الآن بحجم الوزن اللي ممكن تشكله هذه المسألة. لكن بلا شك أنا أعتقد أن هذا التجمع سيكون خطوة من الخطوات المهمة وربما سابقة تجعل أيضا الآخرين يتجهون إن شاء الله إلى هذا الجانب. النقطة الثانية، اعتقد أن الحكم الحقيقي على أي تكتل يظهر في الساحة السياسية هو بفاعليته لا بتشكيلاته. فربما يظهر هنالك تشكيل واسع وفضفاض وعريض، ولكن يفتقد الفاعلية السياسية على الأرض والفاعلية التنظيمية على الأرض. فالعبرة خاصة في هذه المرحلة التي نحن فيها، يزعم كل طرف من الأطراف بأن الثقل السياسي عنده وأن الشارع عنده، أنا في تقديري الفاعلية السياسية هي الحكم في نهاية المطاف. النقطة الثالثة، وحتى ايضا نكون قريبين جدا من الحقيقه، اعتقد ان الشارع في ظل انقسامه الراهن ووجود قوى تعمل على التصعيد المستمر ومحاولات الحشد الشبابي لمواجهه على كلنا السلطه الحاليه، اعتقد اي تشكل ينشا اذا لم يخاطب هذه الشرائح لمحاوله ايضا موقف سياسي يا ربما يكون قريب من تطلعات وطموحات هؤلاء الشباب، اعتقد ايضا سيكون البون شاسع بين الشارع اللي رافض تماما لاي عمليه سياسيه واي تعاطي مع الواقع الراهن، وربما قد نشطح احيانا لنقول بان والله احيانا الخطاب ربما يتجاوز الحاله العقلانيه والمنطق الى حاله اخرى ربما اقرب الى تطلعات الايديولوجيا اكثر من دراسه الواقع السياسي الميداني. نعم، يعني
هذه التحالفات ربما تأتي في وقت دقيق يمر به السودان. البعض يقرأ فيها أحيانا يقول لك التحالفات دي بتتشكل يعني فقط لكي تشكل حواضن متوقعة في حالة استقال حمدوك وإزاحة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبالتالي يشيرون أحيانا لوجود أيادي المكون العسكري في دعم أو إتاحة المجال لمثل هذه الحواضن. هل تتفقون مع هذه القراءة؟ والله يا أخي إذا اعتبرنا بأن الماضي مؤشر أو يعطي مؤشرات ودلائل عموما على سلوك أي مؤسسة من المؤسسات كما يقول بعض الفلاسفة، إذا أردت أن تنظر إلى كيف سيتصرف السياسي في اللحظة الراهنة أنظر إلى قراراته ومواقفها السابقة، فإنها دائما تكون نوع من اعتقد أن الذين يتوجسون ويذهبون إلى هذا المنحى لاحظوا خلال الفترة الماضية خلال 3 سنوات المؤسسة العسكرية دائما ما كانت تلعب بالتناقضات الحزبية والتناقضات التنظيمية والسياسية بين المكونات، فكلما مثلا دخلت في نوع من الصراع مع القوى اللي شكلت معها شراكة فلاحظنا على كل حركت في فترة من فترات التيارات الإسلامية وحققت بهم نوع من البعبع أو الفوبيا كما يقال للأطراف المدنية اللي كانت دخلت لكن معها لكن هذا التحريك تحريك يعني كأداة يعني أنا بستخدمه ولا هو استفادة من وجود القوى وتناقضات القوى؟ هي على كل في حالة السياسة يسمى توظيف في علوم السياسية، هذا توظيف بمعنى أن تكون هنالك قوة موجودة أنت تضعها على الرف لا تتعاطى معها عندما تصل إلى تسوية سياسية وتبدأ في محاولة تحريكها وإعطائها المؤشرات التي هي طبعا بطبيعة الحال قوى سياسية الكل يعني الكل في نهاية المطاف يريد حصته من الكعكة في المرحلة الانتقالية، وأعظم قوة الآن تعطي وتمنح هي المؤسسة العسكرية نكون صريحين يعني. فالمؤسسة العسكرية خلال الفترة الماضية عموما تعمل على توظيف الجميع والاستفادة من تناقضات الجميع. لو سألتك سؤال رأينا كيف كان اعتصام القصر مثلا لجزء كبير من هذه القوة اللي تتشكل اليوم، نعم جاءت بعد ذلك الاتفاقية والوثيقة مع حمدوك ولم يلتفت أحد إلى هذه القوة ولم يتم الاستشارة معها وتم تجاوزها بشكل من أشكال. كان الجميع يظن بأنه والله خلاص سيتم على كل إسكات الشارع ومحاولة الامتصاص، حتى في الإجراءات التي اتخذها حمدوك من محاولة استرضاء الطرف الغاضب الآن في الشارع، لكنه لم يعمل على استرضاء هذا الحشد اللي كان أيضا أمام القصر عندما شكل وكلاء الوزارات، لم نلاحظ هذه المراعاة. فهذه إشكالية كبيرة جدا تجعل حقيقة من يطعنون أو من يشيرون بأصابع الاتهام إلى المؤسسة العسكرية ومحاولات توظيفها للمكونات السياسية والأحزاب وتناقضاتها، اعتقد قد يكون هذا على كل النظر إلى الخلفية الماضية. لكن أنا أقول هذه القوة التحدي الأساسي الذي سيواجهها هو مدى قدرتها على التحام بالشارع السوداني ومخاطبتها للجماهير السودانية بشكل مباشر، وألا تجعل من نفسها يعني متكأ للمؤسسة العسكرية بحيث والله تستطيع أن تضرب بها أطراف أخرى أو محاولة على كل أن يتم توظيفها ثم بعد ذلك تركها في منتصف الطريق. نعود لدكتور التجاري، يعني ربما استمعت إلى جانب ما قاله ضيفنا وأعود لك نفس السؤال. يعني هناك من يقول بأن هذه مرحلة يتهمكم بأنكم تتجهزون لتشكيل حاضنة بديلة للحاضنة التي تم الإطاحة بها بموجب قرارات 25 من أكتوبر، وبالتالي تتهيئوا لمرحلة ما بعد حمدوك أن يكون لكم نصيب معين. هل هناك تنسيق مع المكون العسكري في تحركاتكم السياسية؟ أولا يا أخو حي ضيفك الكريم في الاستديو، وأنا أسف يعني لم أحضر مداخلته من البداية، ولكن أود أن أقول أن واحدة من يعني إشكالات القضية السودانية هي أن أي مواطن سوداني يعتبر أي شخص يتناول قضايا الوطن بأنه يسعى لأن يكون يعني يسعى لوظيفة في هذه الدولة يعني، وأيضا أن أي سياسي يتناول قضايا الوطن ذلك يعني بأنه يسعى لموقع. يا أخي نحن أول من بدأنا برأينا بوضوح قبل تشكيل الحكومة الفترة الانتقالية، وذكرنا ذلك بوضوح وشخصنا أزمة السودان أن أزمة السودان هي أزمة نخب التي تعاقبت على حكم السودان ولم تستطع أن تدير هذا التنوع الذي يعني هو في السودان، ولقد تشاكست منذ البداية ولم تتوافق حول الشكل والنظام الحكم، لم تتوافق حول الهوية السودانية،
ودخلنا في هذه الدورة الشريرة من انقلابات نظام ديمقراطي لقد قدمنا مبادرة وفي تلك المبادرة وهذه المبادرة قبل عامين دشلناها في قاعة الصداقة. كنا واضحين بأن أزمة النخب السودانية هي أزمة من يحكم السودان في تشريحنا للقضية السودانية. وفي تلك المبادرة وضحنا بجلاء بأن هذه المجموعة لا تسعى للإجابة على سؤال من يحكم السودان بقدر ما نسعى للإجابة على كيف يحكم نضع الأسس الأساسية لحكم السودان. نحن أول من رفضنا المشاركة في الفترة الانتقالية ونحن أول ما نادينا بأن يكون هناك بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات مستقلة لا علاقة لها بالقوى الحزبية. قلنا ذلك بالأمس وذكرناها اليوم ونقولها غدا لأننا نعتقد أي حكومة حزبية ستجير الفترة الانتقالية للصالحة. وهذا هو الاختلاف بيننا وبين الحرية والتغيير التي تكالبت على السلطة. فمن الخطأ الكبير ومن العيب أن نعتقد بأن كل هذه القوى السودانية هي تجري وراء السلطة. يا أخي هناك قوى وطنية وهي قوى وطنية تسعى لحل الأزمة التاريخية السودانية. والأزمة التاريخية السودانية تكمن في هذا الصراع المحتدم حول السلطة. والحرية والتغيير لم تفشل إلا لأنها غيرت الوثيقة الدستورية. وبدل أن تكون هناك حكومة كفاءات جاءت حكومة محاصصات. وبالتالي رأينا هذا البؤس الذي وضح جليا في أداء الحكومة الانتقالية. ولذلك نحن نؤمن إيمان قاطع وذكرنا ذلك اليوم قضية السلطة بالنسبة لنا غير قضية. يا أخي كيف نتحدث عن قضية السلطة نتحدث عن من يحكم السودان والسودان كله ينزلق الآن إلى الهاوية. لماذا نتناول هذه القضية؟ نحن همنا هذا الوطن يا أخي. وأرجو أن لا يعني يزاود علينا البعض بقضية الوطنية. كلنا مواطنين سودانيين ونحن نؤمن بشعار الوطن يسعى الجميع. وإذا كان ذلك حقيقي إذن فهل هم الوطني شأن الجميع؟ لا يمكن أن يأتي أحد ليصف الناس بأنهم يعني يتسابقون. أما القول بأننا يمكن أن تستخدمنا المؤسسة العسكرية فهذا قول مردود. لقد تماهت المؤسسة العسكرية مع الحرية والتغيير وكنا نحن نعقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات لقاء تلو اللقاء وكنا نتحدث دوما عن هذه القضية قضية جوهرية وهي قضية الوفاق الوطني. نعم لقد أيتنا 25 أكتوبر. لماذا أيتناها؟ لأن 25 أكتوبر تحدثت عن وفاق. أيتنا مجموعة الميثاق لأن مجموعة الميثاق تحدثت عن الوفاق. هذه هي الكلمة المفتاحية مع بيان البرهان وهذه هي الكلمة المفتاحية التي جمعتنا مع إخواننا في الميثاق الوطني. ولكن لا يمكن أن نحكم على السودانيين جميعهم بأنهم يعني يجروا وراء السلطة. يعني السلطة هذه يا أخي مجلس الوزراء يعني يتكون من 20 شخص أو أكثر. أنا متأكد أن هذا الوطن فيه أكثر من 30 مليون شخص ممكن يكون وزراء في هذه الدولة. هل ذلك يعني أن الكل يقصد السلطة بهذه الطريقة؟ نحن نؤكد مرة أخرى هذا السعي أن الوضع في السودان الآن وضع مقلق وأن الصراع الذي أدخلنا فيه الحرية والتغيير هو الصراع على السلطة. وهذا الأمر أدى إلى انشقاقات وأدى إلى استقطابات داخل القوى السودانية التي نشهدها الآن. ونتحدث عن الشارع. نعم نتحدث عن الشارع الآن. نعم هؤلاء الشباب بعضهم لهم قضية وهم حسن النية بدون شك. ولكن هذا ليس كل الشارع السوداني. الشارع السوداني لا يوجد في 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 شارع الستين وفي شارع العرضة وفي المؤسسة وفي بري. هنالك شوارع كثيرة. هنالك ناس في الريف. ولكن هذه الأغلبية لم ترد أن يعني أن تخرج لتثبت بأن هنالك رأي آخر حتى لا نزيد الاستقطاب. ولكن تمادى الآخرين مما يضطرنا الآن إلى أن نخرج. وهذه قضية أنا أفتكر إنها سهلة جدا. اليوم الذين تداعوا إلى قرض الدينار يعني هؤلاء جاءوا تلقائيا وملأوا هذه القاعة واستمعوا إلى القيادات الحراك.
ونحن نعتقد أن هذا الوطن وطننا. نعم. نحن نسعى لأن نجمع السودانيين بكل القوى السياسية. إذا لم يتم تجتمع يعني هذه القوى السياسية على كلمة السواء، وإذا لم تتواضع على برنامج إدارة هذه الفترة المتبقية، كيف لنا أن نحكم السودان بكل هذه التناقضات، بكل هذه الاستقطابات التي نشهدها، وهي سياسية وجهوية واستقطابات قبلية وتحريض ضد المؤسسة العسكرية، تحريض ضد بعضنا البعض. هذا الأمر هو الذي فتح الباب على مصراعيه لولوج يعني تنظيمات خارجية بدأت تعبث بأمن وسلامة الوطن. نعم. طيب دكتور تجاري، يعني هذا التحالف اسمه تحالف قوى الحراك الوطني، هل نعم. هل معنى ذلك نعم. أنكم فعليا ستقودون حراكا شعبيا في الشارع يضغط على السلطة الحالية لكي تعود إلى المسار الوطني طبعاً. في البلاد؟ طبعا يا أخي، نحن سنقوم بحراك شعبي من أجل تحقيق الوفاق الوطني والذي نعتقد أنه سينزلق هذا الوطن. فئتون صراعات ولن يستطيع السودانيين أن يتوحدوا إلى الأبد. نحن نشهد الآن أن الوطن يواجه إشكالات كثيرة جدا، اقتصادية وإشكالات أمنية وإشكالات يعني كما ذكرت عنصرية. وأنت يا أخي اقرأ ما يقال الآن في الوسائط، سواء كان في الفيسبوك أو في الوسائط الأخرى. يا أخي لغة كراهية غريبة جدا ضد بعضنا البعض، لم يألفه السودانيين من قبل. لماذا كل هذه الشيطنة ضد بعضنا البعض؟ هذا الوطن يمكن أن يسعى الجميع بدون شك، يعني إذا تسامت الأنفس وإذا بدأت الأنفس تبحث عن حل المشكلة التاريخية للوطن بدلا من البحث عن قضايا لها علاقة بالسلطة ولها علاقة بمصالح حزبية ولها علاقة بمصالح شخصية. بالمناسبة الذي يحدث الآن لم يكن جديدا، لقد حدث قبل انقلاب نوفمبر 58 وتكرر نفس المشهد، مشهد الانقسامات قبل انقلاب مايو 69، ونفس المشهد الصراعات تكررت قبل انقلاب 89 والآن يتكرر. هذه ليست جديدة، الجديد في الأمر أن وتيرة هذه الصراعات، وتيرة الشيطنة، وتيرة خطاب الكراهية، وتيرة الدعوات التي تدعو للعنصرية قد تنامت، ثم دخلت علينا عوامل خارجية بدأت تغذي هذه المسائل، وهذا هو ما يهدد الوطن الآن. نعم، هذا ما يهدد الوطن. أيضا في خلال المؤتمر، مؤتمر إعلان قوى الحراك الوطني، أعزائي المشاهدين، تحدث التوم هجو عن المظاهرات الحالية وعلاقتها بالمجتمع الدولي. دعونا نشاهد، نعود بعدها للتعليق. المواطن العادي وكل أهل السودان الآن حقيقة المجتمع الدولي بيقول لك أهل السودان، والله الشارع السوداني، والله المواطن السوداني قال كلمته في شارع 60 وشارع 40 وشارع المعونة. هؤلاء ليسوا أهل السودان. والقضايا المطروحة الآن أن تسحب حكومة وتأتي حكومة، هذه ليست قضية أهل السودان وحياة أهل السودان. المنهج المطروح من بعض القوى، أنا بفتكرها هي ما قوى، هي مجموعات سياسية لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، هذا ليس منهج أهل السودان وليس منهجكم أنتم قاعدين في هذه القاعة. منهجنا نحن يا إخواننا اللي تربينا عليه، هذه البلد أساسها الإدارة الأهلية اللي أسست البلد دي، وبعدها جاءت الطرق الصوفية، وبعدها جاءت التنظيمات الأهلية، وأساسنا هو الوسطية وليس التطرف، وأساسنا هو وأمرهم شورى بيناتهم مش جهة معينة تفرض. لن يحكم هذا البلد يا اخواننا بفئه عمريه واحده. بعض الناس يتكلم يقول لك والله البلد تدير لجان المقاومه، مرحب بشبابنا والذين هم ضحيه للتضليل وللاستغلال اللي انتم شايفينه كلكم، الذين يدفعون بهؤلاء الشباب، بعضهم والشباب بيموتوا هم شالوا اولادهم بودوا فين في امريكا، وكانوا بيتكلموا باسم الشعب السوداني. بعضهم الان الحكومه التي كانت تدير هذه البلد على مدى 3 سنوات الآن في لها 13 دستوري رجعوا من حيث أتوا، رجعوا إلى وظائف ورجعوا إلى اقتراب، 13 من الذين كانوا يحكمون هذه البلد. ويتكلموا عن من يدير هذه البلد.
إذا كانت هذا جانب من تصريحات توم هجو. دكتور يعني استمعنا لاتجاه السيسي والآن توم هجو يتحدثون عن هذا الوضع. الشارع يقول لك الشارع ما ممكن اختزاله بشوارع محددة في الخرطوم، ما ممكن لهذا الشارع أن يكون فقط مربوط بأطياف محددة أو حتى لجان مقاومة كما تحدث التوم هجو. لكن هناك من يتساءل بأنه لجان المقاومة هذه والمجموعات الموجودة في هذه الشوارع التي توصف بأنها محدودة هم الذين استمروا ودأبوا على التظاهر والخروج ومجاوزة العوائق التي تضعها القوات الأمنية والتصادم مع قوات الشرطة، وبالتالي هي القوى الحية الفاعلة في الشارع. هو الصحيح، وهذه ربما واحدة من إشكالات منطقة الثورة بشكل عام، أن الثورات لا يتفاعل معها غالبية الناس بقدر ما تكون هي نتاج للفاعلية أكثر من نتاج للعددية. فصاحب الثورة دائما هو له مطالب وهو يستميت في هذه القضية. ولكن أيضا دعني أقول بأن الوضع في السودان من الصعب جدا أنك والله تختزله في مظاهرة هنا أو مظاهرة هناك، لأنه في النهاية حتى لو افترضنا بأنه والله استطعت أن تسقط الحكومة الحالية، فإن المشهد أمامك ليس بهذه البساطة التي يمكن أن تتصورها. أمامك مشكلات قبلية ضخمة جدا، أمامك صراعات جهوية، أمامك حركات مسلحة، أمامك جيوش محل اختلاف كبير جدا. فالمشهد على كل لا نتصوره كما كان يعني. وهنا دعنا أيضا نعود قليلا إلى التجربة السودانية سابقا. يعني في السابق لما تكون هنالك ثورة، الغالب فيها أنها تكون ثورة موحدة حتى لحظة الإسقاط، ثم تدخل بعد ذلك القوات المسلحة وتحسم الموقف. تاريخ السودان كله كذلك. لكن ما هو مختلف بعض الشيء الآن، في السابق كان التمرد المسلح فقط محصور في الجنوب، لم يكن هنالك خاصة في الشمال، لم تكن هنالك مشكلات كبيرة بهذه الصورة التي نراها اليوم، ولم تكن كذلك القوى المسلحة في الخرطوم بالتعددية التي نراها أيضا الآن. فالصورة على كل الراهنة معقدة إلى حد كبير للمشهد السياسي أكثر مما كانت عليه في المرحلة السابقة. هذا مضافا إليه أيضا مسألة اختلاف قوى الثورة نفسها، وهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا. قوى الثورة عندما يحصل بينها اختلاف ويحصل بينها تناحر وتحصل بينها على كل ما رأيناه خلال فترات الماضية من انقسامات، أعتقد هذه أيضا مما يعقد المشهد السياسي. ففي نهاية المطاف النقطة التي ربما ذكرها التجاني السيسي فيما يتعلق بالنقطة المفتاحية في الصراع السياسي الدائر الآن، هو كيف تستطيع القوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في السودان أن توجد توافقا وطنيا لهذا الانتقال، وتحدد معالم هذا الانتقال، وتحدد أيضا الفترات بأزمان معينة وصولا إلى حسم القضية بتاعت كيف يحكم التي ذكرها الآن دكتور تجاني، كيف يحكم السودان. هذه لا يمكن أن تصل إليها إلا من خلال آلية الصندوق، وآلية الصندوق تحتاج منك إلى توافق قبل الوصول إليها. نعم، أعود لدكتور التجاني السيسي. دكتور يعني تحدث اليوم أو خرج بيان من مجلس السيادة ليتحدث عن التهيؤ للانتخابات والبدء في مواقيت مفوضية الانتخابات بدءا من يناير 2022 وصولا إلى يوليو 2023. هل برأيكم البلاد جاهزة للدخول في استحقاق انتخابي؟ ما هو ردكم على ما تقوله قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي من أن البلاد تحتاج إلى فترة انتقالية أطول لكي تتجاوز آثار الحكم السابق؟ الفترات الانتقالية السابقة في تاريخ السودان لم تتعدى العام. الحرية والتغيير ظلت في السلطة لمدة 3 أعوام، والحكومة الانتقالية التي تسيدتها الحرية والتغيير لم تتناول قضايا أي قضية من قضايا الانتقال، بل انشغلت بقضايا أخرى لا علاقة لها البتة بالمرحلة الانتقالية. 3 أعوام كانت كافية في أن ترسم الحكومة الانتقالية وقوى الحرية التغيير ملامح يعني الفترة الانتقالية والانتخابات، وذلك لم يحدث، بل على العكس تماما كما ذكر ضيفك الكريم. الذي يحدث الآن حسب تقديرنا بأن السودان أصبح شعبه مشتت، بل أكثر من ذلك كما ذكرت أصبحت البلاد على شفا الهاوية. ونعتقد أن نحن نؤمن بالانتخابات ونؤمن بصندوق الاقتراع،
ونحن نؤمن بالديمقراطية، وبالتالي رأينا أن في هذا الوقت إذا لم نتوافق وإذا ظلت كل هذه المشاكسات، هذا الصراع حول السلطة، علينا أن نحسم هذا الجدل حول السلطة عبر صندوق الاقتراع، وبالتالي نؤيد ما ذهب إليه مجلس السيادة. مجلس السيادة ليس كلهم عسكريين، يعني مجلس السيادة فيها 5 عسكريين والباقي مدنيين، 14 شخص يعني هم مدنيين. إذا مجلس السيادة قد ذهب إلى هذا الأمر، أنا أعتقد أنه هذا أمر طيب، فلنذهب إلى الانتخابات. نحن سنرتضي بأي حزب أو أي شخص يمكن أن ينتخبه هذا الشعب السوداني عبر صندوق الانتخاب، سيكون له شرعية انتخابية بدون شك يعني. ونعتقد أنه الأحسن أن نبدأ بانتخابات رئاسية، لأن الوضع الذي نراه الآن أمامنا من الصعب على أي حزب سياسي أن يتمكن من أن يحصل على أغلبية برلمانية. وتجاربنا أثبتت أن النظام البرلماني في السودان نظام فيه مشاكسات، ويؤدي في نهاية الأمر إلى انقلابات عسكرية. وبالتالي إذا قامت انتخابات برلمانية، أنا أعتقد أنه حتى حكومات ائتلافية ضعيفة، والحكومات الائتلافية الضعيفة عمرها قصير، وهذه ليست في 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 العالم الثالث، حتى في دول أوروبا. إيطاليا يمكن تكون واحدة من الدول التي منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن فيها أكثر من 50 حكومة ائتلافية. فنحن مع الانتخابات، إذا رأى مجلس السيادة أن تكون هنالك انتخابات فليبدأوا بانتخابات رئاسية. أن نذهب لنختار رئيس، لكن دكتور التجاني، انتخاب شرعي، هل يمكن الذهاب لانتخابات رئاسية وأصلا شكل النظام السياسي لم يتفق عليه؟ يعني الدستور إلى الآن ما زال محل نظر، يعني عندنا وثيقة دستورية الكل يتحدث بأنها معيبة وفيها خروقات وفيها مشاكل كثيرة، وما في دستور أصلا في البلد يحدد شكل النظام السياسي حتى في البلد. كيف يمشوا الانتخابات رئاسية؟ قضية الشرعية الآن أصبحت قضية يعني متنازعة. الحرية تغير اعتقدت أن الثورة التي قام بها الشباب يعني هي لها الشرعية، ولكن الآن اتضح بأن هذه الشرعية قد انتزعت من الحرية التغيير. الشباب الذين الآن يتظاهرون في 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 في, 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 في أعتقد كما ذكرت بأنهم حسن النية، وهم هنالك بعضهم صراحة نقول بأنهم يتحركون بنية خالصة، وهنالك بعضهم يعني تحركهم الأحزاب السياسية. ولكن الذي يحدث الآن من الشباب أن هؤلاء الشباب يكون أي هدف، وأنت تدرك يا وتعلم أن مظاهرات يوم 19 يناير، يوم 19 ديسمبر وصلت إلى القصر الجمهوري، فاحتار هؤلاء الشباب، ليس هنالك قيادة وليس هنالك هدف، فانفضت المظاهرات. نعم. وأنا أعتقد أنه ليس من يعني لكن نعود للسؤال دكتور التجاني، تحدثت عن الذهاب لانتخابات رئاسية، كيف أذهب انتخابات رئاسية ما في أصلا نظام سياسي مقر؟ ما نجايك لأنه قضية الشرعية أصبحت قضية متنازعة. أعتقد أنه من الأحسن أن نحتكم للمواطن، أن نحتكم لجماهير الشعب. يعني إذا ذهبنا إلى انتخابات وبدأنا برئيس منتخب، بدأ الرئيس المنتخب بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية والقوى الأهلية، بالتشاور معهم بدأ في إرسال دعائم النظام الذي يرتضيه السودانيين، غالب السودانيين، وعلى مؤتمر وفاق. في هذا المؤتمر نتناول كل التحديات التاريخية التي واجهت الوطن، قضية الدين والدولة، قضية شكل الحكم ونظام الحكم، قضية الهوية، وقضية الدستور. يمكن أن نتناولها ونصل إلى قواسم مشتركة لنضع لأنفسنا برنامجا يمكن بعدها أن تقوم انتخابات نيابية، بل أكثر من ذلك لنفكر في مشروع وطني. يا أخي أنت تعلم السودان الآن منذ الاستغلال عمره 66 سنة، هل تعلم أن هذا الوطن لم يملك أي مشروع وطني؟ أبناؤه لا يملكون أي مشروع وطني. إشان كنا نرى هذا الشتات، ونرى هذا الاستقطاب الجهوي والإثني، والاستقطاب القبلي، واستقطاب قشم البيوت، والاستقطابات الذي يعني بلغت حتى الأسر، لأننا افتقدنا هذا المشروع الوطني. وبالتالي نشعر الآن أن يعني الولاء الوطني قد تدنى لأبعد الحدود، أصبحت الولاءات للقبائل وللجهات. نعم. إذا أردنا أن نعلي من شأن الوطن علينا أن نتوافق. كيف نتوافق؟
كيف هذه قضية لا يمكن البت فيها إلا بكل أهل السودان بمختلف انتماءاتهم السياسية والأهلية والطائفية. نعم، يعني دكتور، يعني استمعت لضيفنا السيسي وهو يتحدث عن قضية انتخابات، ممكن بدأ بانتخابات رئاسية، بيقول الانتخابات برلمانية ممكن أن تتسبب في مشكلة، ويعني ما هو تعليقكم على هذا المقترح؟ وأيضا سؤال من أحد المتابعين عبد الله محمد بيقول الانتخابات الآن لو حصلت أصلا ممكن توقعنا في مشاكل تانية غير معقدة إذا كان ما متفق عليها أصلا. على كل هي المشاكل ما أظن واقفة، سواء كان عملت الناس انتخابات أو لم تعمل، ما دام هنالك قوة سياسية لا تريد أصلا الاحتكام إلى آلية الأكثرية والأقلية. يعني هذه إشكالية كبيرة جدا في كل الدنيا، وصلت الناس على كل بكل ما يتعلق من عيوب عموم بالآلية الديمقراطية، لكنها شبه الآن خلاص البشرية وصلت إلى أنه والله لا تحاول أن تفرض خيارك السياسي أو لا تحاول تفرض أن ذاتك على الناس حتى تستطيع والله أن تحكمهم بالإكراه. يعني حتى الأنبياء الله سبحانه وتعالى قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فقضية أنك أنت والله تكره الناس على السلطة أو تكره الناس على دين كلها مرفوضة دينا وقانونا يعني. وبالتالي يبدو لي الإشكال سيظل قائم، لكن أنا في رأيي أهون في كل الأحوال أهون الذهاب إلى الانتخابات وأن ترفع يدها القوات المسلحة عن مسألة إن هي الآن المشكلة وين. يعني في السابق كان عندك والله عندما يختلف الساسة ويختلف الشارع يلجؤون إلى المؤسسة العسكرية باعتبارها آخر مؤسسة مناط بها مسألة الحفاظ على الدولة وتماسكها ووحدتها. الآن أنت أمام مشكلة كبيرة جدا من بعض القوى السياسية لدى هذه المؤسسة، كأنما في نهاية المطاف سنجعل المؤسسة العسكرية نفسها في صراع مع الشارع، وهذه إشكالية كبيرة جدا. وبالتالي كلما طالت الفترة الانتقالية ولم يحسن فيها وضعية المؤسسة العسكرية أصلا ضمن توافق سياسي، يعني الفترة الثلاثة سنوات بكل ما فيها من عيوب كان واضح أنه والله في شراكة، المؤسسة العسكرية كانت الشريكة في هذا الانتقال. الآن هنالك مرحلة ما يمكن أن نسميها المرحلة البرزخية، وهو للشارع معترف بالجزء على الأقل من الشارع ما معترف بالمؤسسة العسكرية، ولا المؤسسة العسكرية مقتنعة أيضا بأنه والله تسلم ناس سلطة وهم جاي من الشارع. هذه برضو ما لا حيقبلها القوى السياسية المتناوبة المتخاصمة، ولا حيقبلها أيضا قادة المؤسسة العسكرية نفسه. وبالتالي هي حتى لو افترضنا فيها شرور، لكن أتصور أنها أقل شرورا، لأنه عندما تأتي جهة منتخبة عندها التفويض الكامل في أنه والله تستطيع على الأقل أن تجري حوارا سياسيا واسعا ضمن تفويض وتستند إلى شرعية حقيقية. تستند إلى شرعية حقيقية. الأمر الثاني أيضا لو زاد الشارع وحركة الشارع في أنه والله خلاص هذه السلطة لا يريدونها، يمكن أن يحصل تعجيل الانتخابات. يعني أنت مجرد ما دخلت في الآلية الديمقراطية ووسائل الانتقال المدني السلمي أهون بكثير من المرحلة اللي أنت فيها الآن، اللي والله لا أنت عارف نفسك الآن في مرحلة انتقالية، ولا عارف نفسك في نظام شمولي، ولا عارف نفسك أن دخلت في آلية ديمقراطية. نعم. يعني يمكن المهندس مسار أيضا كان له حديث في 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 هذا في هذا المؤتمر، وتحدث أيضا عن قضية حتى استقالة حمدوك وعموم الأوضاع السياسية. نشاهد ما الذي قاله مسار. وأنا اللقاء ده لقاء مهم جدا، الحراك ده له ما بعده، الحراك ده يا جماعة هو سيغير وجه السودان الجديد. حسنا أقول لكم بوضوح، السودان الآن لا يملك قرار الوطني. بريم القاعد في شارع أفريقيا ده هو اللي بيقرر في السودان. نحن ما عاوزين نخلي ده اللي يقرر في السودان أخوانا، عاوزين نقرر نحن أصحاب الحق. عشان كده الرسالة الأولى اللي بنرسلها لأخونا برهان، نقول له أطرد أي سفير أي دبلوماسي أي أجنبي يدخل في شؤون السودان. ونحن لو ما طردتوا انت نحن نطلع على الشعب السوداني يطردوا، كان يبقى واضح للناس ما يبقى فيه لفظ وراء. النقطة الثانية اخواننا اخونا حمدوك ده كل ده قالوا استغال، وكل مرة قالوا يقدم استغاله، بارك الله فيه ثلاث سنين معه ما حاجة، خليه يفوت ويجيب لنا جزء السوداني موجودين احسن ما يعذبونا بالشغل الفارغة دي، ما يقعد كل مرة يحنزوا فوقه. السودان ده فوق 40 مليون ممكن يكون رؤساء وزراء وطنيين، شكر الله وسعيه فتوكل خليني يمشي شغلته. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أخواننا اللي بيطلعوا في الشوارع دين فيهم جزء وطني،
وفعلا عنده قضية وداير يتقدم السودان، وفيهم جماعة مشغلين محزاب الأربعة طويلة دي الأقلية، وفيهم جماعة مشغلين الحزب الشيوعي، وبالمناسبة الحزب الشيوعي في الفترة دي قوة جدا أكثر من أي وقت فات، وشغلته كلها دايرة هو ما يستهبل علينا، ما يقول لنا في المعارضة ما يستهبل، احنا السياسيين شغالين في الساحة، كل البذور ده الآن بدور الحزب الشيوعي، سنكون واضحين، والحزب الشيوعي بيدوروا بتحت ويقول انه ضد الحكومه القاعده دي، هو معاه جوا اي وظيفه مدهنه الان فيها حزب الشيوعي، ما يقعدوا يغشونا، موجودين في السياسات، موجودين في التنفيذ، موجودين في القرار، موجودين في الوظيفه، موجودين في القروش، ما يقعدوا لعبنا، احنا عارفين اي حاجه، ولذلك نحن حنواجه الشارع ده بشارع يا اخوانا، ما يقعدوا يلعبوا. الشارع ما جاهم ما شافوه، الشارع بيتكلم عنه ده شارع محدود، شارع صعب ايديولوجيا، لكن الشارع الحقيقي شارع الشعب السوداني ما جاهم، نحن حنجيب الشارع بتاع الشعب السوداني. إذن إحنا حنجيب الشارع بتاع الشعب السوداني، هكذا يقول مسار. دكتور التجاني، يعني إذا كنتم ستخرجون الشارع متى وأين؟ نحن الآن نتدبر أمرنا في أن نجعل من أول يناير، وذلك هو أول يوم باستغلال السودان، عيد استغلال السودان، أن نجعل منه موعدا لتنظيم مسيرة نحتفل بها، أولا بعيد الاستغلال، ثم يعني نتنادى جميعا من أجل أن يتوحد الشعب السوداني ويتوافق حول يعني مهام الفترة الانتقالية، ذلك أن يتوافق الشعب السوداني حول أهمية وضرورة استعادة القرار الوطني في أيدي السودانيين. نعم. إذن الموعد في 1 يناير، هل ستكون هناك مسارات معلنة؟ هل هناك مشاركات ستكون فقط في الخرطوم ولا حتكون في الولايات؟ وين؟ هذه المشاركات ستكون لكل أهل السودان في كل الولايات. لأن هناك الكثيرين الذين يؤمنون بهذا المنحة، يعني قضية التوافق أصبحت هي قضية الآن محورية في السودان. حتى بعض الذين شاركوا في السلطة الآن ينادون بالتوافق، لأنهم رأوا واستشعروا خطورة عدم التوافق، استشعروا أن هنالك أنجدات أخرى تسعى للفرقة والشتات وتسعى ربما لتقسيم السودان، ونحن ضد هذه الأجندات. نحن قطعا يعني ذكر الأخ مسار التدخلات الخارجية في السودان، وكما ذكرت أنا في الخطاب، نحن مع التدخل الخارجي الحميد الذي يدعم أهل السودان ويقدم له دعما من أجل أن يواجه للسودان التحديات التي تواجهه، ولكن قطعا هناك بعض التدخلات التي تشير إلى يعني أو التي لا تتوافق مع السودان، وهي قطعا تعتدي على سيادتنا الوطنية، فهذا أمر طبعا لا يمكن أن نقبله مهما كانت الظروف. مع اعتقادنا التام بأننا يعني جزء أصيل من هذا المجتمع الإقليمي والدولي، وأن علاقاتنا الخارجية ينبغي أن تبنى حول المصالح المشتركة، سواء كان ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية أو ذلك مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الإقليمية من حولنا. العلاقات الخارجية تبنى حول المصالح المشتركة، وأعتقد هذه القاعدة الذهبية التي تبنى عليها هذه العلاقات الخارجية، ولكن أن تمتد هذه الخارج إلى داخل قرارنا الوطني ليصدر هذا القرار، فهذا شيء مرفوض. ما الذي ستفعلوه باتجاه السفراء؟ يعني مسار تحدث عن طرد بعض السفراء إذا لم تقدم السلطات، كيف سيتم هذا الأمر؟ لا، هو تحدث، هو ناشد رئيس مجلس السيادة طبعا، وهذه قرارات سيادية، يعني ليست قراراتنا نحن، يعني طرد السفراء ليس قرارا يعني حزبيا، ولكن هذا قرار سيادي متروك لمجلس السيادة. هل ستسير مسيرات لبعض السفارات يعني؟ دكتور التجاني، هل في مسيرات حتتوجه للسفارات؟ نعم، هنالك وقفات احتجاجية، نعم ستكون هنالك وقفات احتجاجية في هذا الأطار، يعني نعم ستكون هنالك وقفات احتجاجية. دكتور حسن، يعني وقفات احتجاجية أمام السفارات، مسار أيضا يتحدث عن تدخل الحزب الشيوعي ويعني عبثه في المشهد، يتحدث عن التدخلات الخارجية واستقالة حمدوك، ودعني أتوقف معك عند استقالة حمدوك، حديث كثير حول هذه الاستقالة، بس صار يتحدث نقول الزول ده خلوه يفوت، يعني من الذي يمنع حمدوك من أن يذهب؟
أول أنا يمكن من أجمل النقاط أنا في تقدير التي أثيرت في مؤتمر القوى الحراك اليوم هو الحساسية حقيقة التي افتقدناها خلال الفترة الماضية عن التدخلات الخارجية. للأسف الشديد اللي صار الواحد يحس بأنه كأنما صار السودان يعني عبارة عن حالة على كل متكررة من المشهد الفاشل الذي كنا نراه في المنطقة العربية، و يعبث به السفراء وتعبث به على كل عملية المبعوثين الدوليين يعني. ونفس ما أطلقناه في الأسابيع الماضية حول مسمى بريمر حقيقة يمكن استخدمها أيضا ما صار بصورة واضحة، وهذا الذي كنا نخشاه خلال الفترة الماضية أن يكون فعلا السودان للأسف الشديد في ظل النظام الدولي الليبرالي المعروف ما بعد سقوط المنظومة الشرقية انتهى النظام الدولي إلى ما يعرف الآن بالمنظومة الليبرالية والليبرالية الجديدة تحديدا. هذه المنظومة للأسف الشديد مشكلتها دائما تسعى إلى محاولات إعادة الهندسة الاجتماعية، وتسعى إلى محاولات تقليص مفهوم السيادة الوطنية، وتسعى دائما إلى صدام عموما مع الخصوصيات. هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا، وبالتالي ما لم يتم هنالك نوع من الحساسية عموما من هذا الاتجاه نعتقد فعلا السودان ستجتاحه هذه المنظومة وتؤدي به إلى الفشل. وبدأ حقيقة الآن عدد من الفلاسفة الغربيين يتحدثون عن خطورة فعلا هذه الاجتياحات التي ربما الآن بدأت الدول الكبرى حتى تتوجس منها مثل روسيا والصين مثلا، ولكن هذه طبيعتها. أنا في رأيي ما لم تكن هنالك فعلا وقفات احتجاجية، ما لم يكن هنالك صوت عالي للقوى السياسية ورجال الفكر والثقافة ومواقف واضحة للمجلس السيادي فيما يتعلق بإيقاف هؤلاء السفراء عند حدهم والتزامهم للوظيفة التي بطبيعتها معروفة لطبيعة السفير، اعتقد أن السودان يمكن أن نشهد فيه فعلا إشكالات كبيرة جدا. فهذه أول نقطة أنا في تقديري تحسب عموما للإخوة في موضوع الحراك، وأن يبينوا على الأقل لشعبه من والله مطلوب ثقافة سياسية. هذه الثقافة أنا في رأيي مطلوبة جدا، لأن الشخص إذا ما أوجد حساسية، لو تلاحظ خلال الفترة الماضية قوى الحرية كانت تكرس لمفهوم التدخل، كانوا يقولون والله سنذهب سفارة، يعني كان نوع الخطاب يكرس لمنطقة تبعية أكثر حتى من حاليا يعني بيان قوى الحرية غير مجلس المركزي قال حنلجأ للإقليم والدول الخارجية لإسقاط انقلاب البرهان. فأنا في رأيي الآن كأنما بدأنا نشهد خطابا وطنيا، خطابا عقلانيا يريد أن يتعامل مع المنظومة الدولية بمنطق مختلف، إن والله أنا لست تابعا لك، ولست أنت من توجه وترسم وتعيد هندسة المجتمع السوداني. المجتمع السوداني له هويته، له ثقافته، له رؤيته حتى في قضية السياسة وتشكيلها. وبالتالي هذه النقطة أنا في تقديري تحسب عموما لهذا الحراك، فكلما استطاع أن يوسع من دائرة الخطاب في هذا الاتجاه أنا أعتقد فعلا سيستنهض الهمة السودانية ويمكن أن يبني نظام سياسي قوي. فيما يتعلق بحمدوك والحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي يلتقي مع حمدوك في إعادة هندسة المجتمع فيما يمكن أن نسميه بالتفسخ الاجتماعي عموما، والظاهرة المعروفة ليبراليا وشيوعيا، وهم أن في الناحية الأخلاقية ما عندهم مشكلة في كثير من القوانين الخاصة بإعادة هندسة، ما عندهم مشكلة، لكن نقطة الفراق والطلاق إنجاز التعبير، وهي نقطة قاتلة بالنسبة للحزب الشيوعي، وهي مسألة الاندماج في إطار رأسمالية. يعني أنت ترأس حزب يتماهى مع حالة الفقراء والضعفاء والعمال، وإذا بك أنت تتحالف مع نظام في النهاية يكرس منظومة الرأسمالية، فهنا يتقاطع يعني يفارق على كل الحزب الشيوعي بالنسبة لحمدوك، فهو من جانب معه في اتجاه وضده في اتجاه آخر. الاتجاه الآخر هو من خلاله الآن يحاول أن يحرك الشارع ويؤلب على كل الشباب ويحركهم، وفي نفس الوقت هو المستفيد الأوحد كذلك بحكم على كل العلاقات التاريخية بينه وبين حمدوك، لأن حمدوك أيضا يدرك تماما بأن مشروعه الخاص فيما يتعلق بإعادة الهندسة الاجتماعية وإعادة صياغة الهوية السودانية لا يتماهى معه أيضا إلا رفاقه من على كل سواء مرافيق الحزب الشيوعي أو الحزب الشيوعي، وبالتالي هو أول حزب التقى بهم عقب عودته. نعم، لكن أنا قنعت عموما حمدوك ليس الرجل الذي سيذهب سريعا يعني كده من تلقاء نفسه، ما أتصور ذلك، لأن كيف لكن بلوح بالاستقالة ليه؟ هذا كله محاولات ابتزاز للشارع، محاولات ابتزاز للقوى السياسية، محاولات ابتزاز للمؤسسة العسكرية، وإلا أنا في تقدير الدار يقدم استقالته ما بيحاول يسربها أصلا، يعني قضايا التسريبات وقضية أنه والله ما رابط، لكن كيف ما هو ما بيقدر يترك المنصب مباشرة، لازم يعني يدي مهلة أيام عشان بعدين يقدم استقالته تلقائيا. أنت قدم استقالتك وباشر عملك بعد ذلك، هنا يأتيك الرد وحيقول لك والله يا أخي أنت بعد كده رئيس وزراء مكلف، أو يعني كده إلى أن ترحل يعني. يأتي البديل. لا يأتي البديل، يعني القضية ما معقدة إلى هذه الصورة. يعني أنا مستغرب حقيقة، يعني هو يقول هذا الكلام تسريبا،
ثم تأتي قنوات محترمة ثلاثة أيام أربعة أيام والخبر إيه؟ فمعنى ذلك هنالك فعلا مشروع واضح جدا لهذا النوع من التسويق وهذا النوع من الأداء لمحاولة على كل، وهذه قضايا على كل معروف كيف يتم التلاعب بالشعوب وصناعة حالة نفسية ونوع من تحت هذه الحالة النفسية يتم بعد ذلك تمرير مشاريع سياسية مشاريع أخرى. نعم دكتور التجاني، يعني قضية استقالة حمدو كوما يدور حولها من يعني لغط كثير. أنتم في قوى الحركة الوطنية هل وصلتكم معلومة مؤكدة بخصوص هذا الـ 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 الأمر؟ ما هو موقفكم عموما من ما يجري؟ لم تصلنا أي معلومة عن استقالة الأخ الدكتور حمدوك عدا تلك التي تأتي عبر الوسائط، وظلت هذه المعلومات تترى منذ أيام يعني حول يعني نية الدكتور عبد الله حمدوك للاستقالة. ولكن أود أن أقول أن يعني إذا كان ذلك يعني نية الاستقالة أمرا تكتيكيا فذلك تكتيكا أنا أعتقد أنه مخل لا يشبه يعني رؤساء الوزارات. يعني رؤساء الوزارات عندما يعني يصلون إلى نقطة يقررون فيها الاستقالة يقدمون استقالاتهم بدون شك يعني، ولكن التلويح بالاستقالة دون تقديمها يعني هو خصما على الأخ الدكتور عبد الله حمدوك يعني. فأنا أعتقد إنه يعني هذه القضية أنا أتمنى أن تحسب لسبب أساسي. البلاد ظلت بلا ما لأكثر من شهرين، والآن وبعد 21 بعد الميثاق الذي تم توقيعه بين السيد عبد الله الدكتور عبد الله حمدوك والفريق والبرهان في 21 يعني نوفمبر الماضي، يعني هذا أكثر من شهر نحن بلا حكومة. السودان ما فيها حكومة، الدولة بلا وزير دفاع، بلا وزير داخلية، الدولة بلا وزير خارجية، وهنالك وزارات أساسية يعني غائبة تماما ولم تشكل يعني هذه الوزارات. وأنا أستغرب أن هنالك قرارات بإعادة بعض المفصولين إلى مواقعهم، ولكن الظرف الحالي الذي يواجه البلاد من تردي في كل الأصعدة سواء كان ذلك من الناحية الأمنية، المعاشية، الصحية، الخدمات، تردي كبير جدا. فبدلا من أن يعني يبدأ السيد رئيس الوزراء في يعني اختيار الوزراء وإعلان الحكومة التي ينبغي عليها أن تتصدى للقضايا المريحة التي تواجه المواطن، يعني نرى أن هناك قرارات بإعادة يعني بعض المفصولين. هذه ليست قضية أساسية، أعتقد أنه يعني المفصولين يمكن في 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 بعض الدوائر هم يتبعون الوزراء، يعني الأسبقية في عودة الوزراء. الآن نحن كحراك لسنا يعني معنيين بهذا الأمر، ولكن أعتقد أنه إذا تقدم باستقالتي ذلك بالفعل يعني أنه سيكون هنالك فراغا كبيرا على مجلس السن يتحرك وعلى القوى السياسية الأخرى أن تتحرك من أجل ملء هذا الفراغ ومن أجل حتى تشهد الفترة الانتقالية يعني نستمر في هذه الفترة الانتقالية بالسلاسة إلى قيام الانتقال. أنا اسمح لي يا أخي أود أن أعود إلى قضية القوات المسلحة، يعني وكثيرا ما يتناول الناس قضية القوات المسلحة. وأنا بصراحة يعني أنا عملت وزيرا في الثمانينات وحاكما في الثمانينات لدارفور ثم رئيس السلطة، وأنا أدرك ما يحدث صراحة يعني، ولكن أعتقد بأننا يعني لم نشهد في هذا العالم شعب يناقش قضايا القوات المسلحة بهذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ويحاول أن ينال وأن يشيطن هذه القوات. صحيح هناك قضايا كثيرة جدا تواجه القوات المسلحة والمنظومة الأمنية برمتها، ولكن تناول هذه القضايا ينبغي أن تكون في أطر، وإصلاحها أيضا ينبغي أن تكون في أطر يعني رسمية أكثر من أن نتناولها نحن في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الفجة التي نراها الآن. وهنالك شيطنة يعني لهذه القوات كأنما البعض، وهنالك هتافات أن يعني إلى لا تكون هنالك قوات مسلحة. إذا ما هو البديل يعني؟ نحن الثوار تحركوا في 11 في 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 6 أبريل إلى القيادة العامة ولاذوا بالقوات المسلحة نزلت إليهم، والآن ذهبوا إلى القصر ويطالبون بعودة القوات المسلحة إلى السكنات يعني، وبعضهم يطالب القوات المسلحة بإحداث انقلاب. إذن أنت الآن تنادي بانقلاب سيقوم به القوات المسلحة، هل تتوقع أن تقوم القوات بانقلاب وتسلم هذه السلطة
لآخرين، هذا لا يجوز. دائما الفترات الانتقالية في السودان هي فترات يعني شبين عسكريين وبدنيين. أنا أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن نتوافق نحن كمدنيين وتتوافق القوات المسلحة حول مهام هذه الفترة الانتقالية إلى أن نصل إلى حكومة شرعية، ونترك للحكومة الشرعية باتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها أن تعالج قضايا المؤسسة العسكرية بكل وحداتها وبكل فصائلها. هذا أمر مهم جدا، يعني لا ينبغي علينا أن نقلل أو أن نهاجم أو نسيطر القوات المسلحة وهي المنظومة الأمنية، وهي تواجه تحديات عبر الحدود. الآن هناك تحديات أمنية، الآن هناك مشكلة بيننا وبين جار إثيوبيا، أتمنى أن يعني استفحل هذه الحرب بيننا وبين جار إثيوبيا، ولكن فلنفترض أن حدث ذلك، يعني الذين ينادون يشيطون القوات المسلحة، ماذا سيكون موقفهم إذا كانت حرب سودان أخرى قدر الله؟ الشيطنة تدافع عن القوات التي هي تدافع عن الأرض. نعم، شكرا لك دكتور التجاني السيسي، كنت معنا على مدار هذه الحلقة من الخرطوم. دكتور حسن، يعني ونحن على يعني لم تبقى لنا وقت كثير، يعني دقائق فقط للختام، استمعنا إلى التجاني السيسي قضية الجيش، لكن التوافق السياسي الذي تطرحه قوى الحراك الوطني، الحراك الذي سيكون في الأول من يناير كما يعني تحدث التجاني السيسي، هل برأيك يمكن أن يدفع القوات المسلحة والبرهان لتغيير التموضعه في التحالفات السياسية حاليا المقتصر فقط على حمدوكم محاولة استرضاء المجلس المركزي لقوى الحرية التغيير؟ يبدو الآن القوات المسلحة مشكلتها الوحيدة أنا في تقديري ليست تناقضات الداخل ولا إشكالاته، بقدر ما هي المشكلة الرئيسية عندهم هي موضوع الخارج والمرتبط به بشكل أو آخر، موضوع تحسين الصورة عموما، الصورة السودانية عند المؤسسات الاقتصادية الدولية، وكذلك الصورة العامة لدى القطاعات التي تمنح عموما موضوع القروض. وبالتالي التشبث بحمدوك والتمسك به أنا أعتقد ليس لأنه والله يتموضع هنا أو هناك، يعني في فترة من فترات صحيح كانت هنالك صراعات إقليمية وكان تنافس إقليمي وأدت على كل جزء من القضايا، يبدو الآن معظم الذين كانوا يسابقون في الشأن السوداني رأوا الآن الصورة الأساسية اللي كانت موجودة هي محاولة استبعاد الإسلاميين، والإسلاميين عموما حتى هذه اللحظة هم يقولوا لابدين، يعني ما عارفين أصلا هم جزء من أي تفاعل من التفاعلات، بقدر ما نلاحظ هنالك غياب ربما لأي تكتل حقيقي يظهر فيه التيار الإسلامي يعني. وبالتالي أظهر هذا المشهد اللي ما معروف حقيقة خلفيته الأساسية في ابتعاد هذا التيار بكل أطيافه عن المشهد السياسي، أظهر أيضا هشاشة القوى الأخرى، يعني لم تكن هنالك قوى جاهزة بحيث والله عندها الاستعداد لأن تغطي هذا الفراغ السياسي الكبير. وبالتالي كثير من القوى السياسية أو كثير من القوى الإقليمية اللي كانت أيضا كأنما معركتها الرئيسية مع التيار الإسلامي لم يجدوا هنالك تيارا يمكن أن يصارعوه ويقارعوه، وبالتالي الآن صارت المشكلة مشكلة الدولة السودانية، إما أن تبقى هذه الدولة وإما أن تتفكك، وأظن إذا تفككت لا يستريح لا قوى إقليمية ولا نظام دولي. نعم. وبالتالي اعتقد ان المشكله هذه ستظل على كل تصاحب المؤسسه العسكريه، باعتبار هي على كل الان كما تفضل الدكتور التجاني السيسي ذهب اليها الشارع السياسي، وهذه واحده من القضايا اللي حقيقه تحتاج ان الثوار ينتبهوا اليها في اي دوله من الدول. يعني انت عندما تذهب بمحض ارادتك الى القوات المسلحه فقد سلمت عموما رقبتك لها، وهي بحكم دستورها او قانونها الخاص ستدير المشهد بعد ذلك، وهذا اللي حصل في السودان وفق ما تنص عليه على كل يعني أن القانون الأساسي للقوات المسلحة عندها مسألة تسلم البلاد وحمايتها ثم تسليمها بعد ذلك إلى سلطة انتخابية. فهم على كل الآن أمام مشكلة في تقديري ذات طابع عموما اقتصادي أكثر منها، يعني الطابع الأمني سهل جدا يمكن أن يضبط المسار ويمكن أن يضبط الوضع السياسي، وممكن أن يقال إن والله الذهاب لأي قوة سياسية فليكن عند صناديق الانتخاب، لكن المشكلة الرئيسية حتى هذه اللحظة الخزينة فارغة والنظر إلى الخارج. أي نعم. نعم. هذه الإشكالية الكبيرة. أنا شاكر لك مشاركتك معي في هذه الحلقة، كما أتوجه مرة أخرى بالشكر لضيفي من الخرطوم دكتور تجاني السيسي رئيس اللجنة العليا
لتحالف قوى الحراك الوطني. وفي الختام أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أذكركم بأن بث قناة طيبة عبر تردد 11526 أفقي سيتوقف، بينما يستمر بثها عبر ترددها الآخر 12604 نايلسات عامودي. وتجدون بيانات هذا التردد بشكل دائم عبر شريط الأخبار وشريط الإعلانات. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.